في كل مرة بركب تاكسي والاقي الشخص اللي جنبي مشغل جورج والسوف مثلا وحاطط ايده على خده وهو بيتأوه مع الاغنية زعلا على حاله وحال الدنيا، بينمو جواي جزء صغير جوجمنتال كده من ناحية ايه اللي انت بتعمله ده يا حاج، مفيش فايدة انك تسمع موسيقى حزينة وتزعل نفسك وتبكي على الماضي. وبعدها على طول بفتكر ان انا كمان بعمل كده، كلنا بنعمل كده بشكل ما او باخر. هحب ساعات ابرر لنفسي ان انا بعمل كده بشكل ادبي او فني اكتر، بس يخرب بيت الادعاء والبريتنشسنس لو انا كنت فاكر ان البوست روك احسن من جورج والسوف مثلا. كلنا في الهوا سوا وكلنا هنسمع اغاني هتخلينا نعيط، فصباح الفل. عموما لما بسمع تراك موسيقى حزين او اتفرج على اي فيلم لانجمار بيرجمان مثلا، فبكون داخل التجربه وانا عارف ان انا غالبا هخرج منها مكتئب. بس احنا ما بنتفرجش على افلام حزين عشان احنا مزخيين وبنكبر نفسنا على الزعل، احنا بنعمل كده عشان احنا عايزين نحس ان احنا طبيعيين وان في ناس تانية سواء حقيقيين او من خيال المؤلف بيحسوا بشيء ما زينا. الاحاسيس اللي احنا حاسينها دي فاليد وحقيقيه، والكيمياء اللي في مخنا مش موجوده في مخنا احنا بس، لكن في راس المليارات من البشر. وقد نكون بنعمل كده عشان كتير من الاعمال الفنيه العظيمه متاصله بشكل كبير في امور حياتيه بتبث على الحزن، سواء كان ده بشكل مقصود او غير مقصود. وحديثا عن الاعمال الفنيه العظيمه، فخليني اكلمكم عن احسن فيلمين شفتهم السنه اللي فاتت، The Banshees of Inisherin و After Sun. الفيديو ده فيه حرق بسيط جدا لبدايات Inisherin وحرق بسيط جدا لAfter Sun، فقبل ما تكمل الفيديو حاول تتفرج على الفيلمين لو تقدر. فيلم مارتن ماكدونا الأخير Banshees of Inisherin بيدور في جنوب أيرلندا أيام الحرب الأهلية في العشرينات. في جزيرة بعيدة نسبيا عن الحرب بيعيش مجموعة من السكان واتنين صحاب بارتك وكولم، بيروحوا البار كل يوم يتكلموا عن أي حاجة ويرجعوا البيت. الفيلم بيتكلم عن إزاي الصداقة دي ممكن تنتهي بشكل مؤلم لما كولم بيقرر أنه يقطع علاقته ببارتك، عشان بارتك بالنسبة له ضل أو بسيط أو غبي شوية. بارتك راجل طيب وغلبان، بيحب حماره وحيواناته ومعندوش أي حاجة مثيرة للاهتمام يحكيها أو يقولها لصاحبه غير تفاصيل حياته اليومية البسيطة، الشيء اللي مش هيكون فيه أي شيء جديد، وده بالنسبة لكولم كان تضيع وقت وحياة. بارتك مش فاهم إيه المشكلة في إنه يكون شخص بسيط وطيب حتى لو كان ممل شوية، ومش فاهم ليه صاحبه فجأة قرر يقطع علاقته معاه. في مشهد في بداية الفيلم بارتك بيسأل أخته شوفان اللي بتحب تقرأ كتب عن آخر كتاب هي بتقرأه، فبتتنهد وبتقوله It's sad، الكتاب حزين. فبارتك بكل ذكاء بيقول لها ما تقريش كتب حزينة بعد كده يا شوفان وإلا ممكن تزعلي، وبيبتسم في نفسه ابتسامة صغيرة تنوب عن قد إيه هو فخور بالنصيحة اللي قالها. ولما شوفان بتسأله بعد كده عن إن كان عمره حس بالوحدة، بيخرج من البيت وهو مستغرب ومتضايق، اللي هو إيه السؤال ده؟ إيه اللي حصل للناس؟ صاحبي فجأة ما بقاش عايز يبقى صاحبي عشان أنا تو دل بالنسبة له، وأختي بتسألني لو كنت حسيت بالوحدة قبل كده؟ إيه اللي حصل؟ ليه فجأة كل الناس ما بقتش تخبي اللي جواها كالعادة؟ بارتك عموما بيفكرني بناس كتير بتفضل انها تخدع نفسها او تشغل نفسها في حياتها الروتينية على انها تفكر للحظة في اي موضوع كبير زي الهدف او المعنى من هذه الحياة او من هذا البؤس اللي بنعيشه كل يوم. ما اعتقدش اني شفت في حياتي فيلم دمرني زي ما فيلم After Sun عمل. الفيلم بيحكي عن صوفي اللي بتسترجع ذكريات رحلة قضتها مع باباها كالوم في تركيا في التسعينات. بلا استثناء اعتقد ان ده افضل فيلم بيتكلم بشكل غير مباشر عن الاكتئاب، عن الحزن المبطن اللي بتحاول تغطيه عشان خاطر الناس اللي بتحبها. مخرجة الفيلم تشارلوت ويلز استخدمت كليشيه محبب الى قلبي، الا هو استخدام فوتج من شرايط في في صغيرة من كاميرات الهانديكام بتاعت التسعينات واوائل الالفينات. وفي نفس الوقت الفيلم مش بيفرط في استخدامها او بيستخدمها في طريقة لعصر النوستالجيا، لان ده فيلم مش عن النوستالجيا، ده فيلم عارف جدا هو عايز يوصل ايه. ده فيلم عن الحزن اللي انت مش شايفه، وعن نفسك لما تكبر وتسترجع الماضي وتبتدي تلاحظ علامات هذا الحزن المدفون اللي كانت موجودة في شخص عزيز عليك وانت ما خدتش بالك وقتها. ده فيلم عن الغضب المدفون، الألم الصامت، عن اللحظات اللي نفسك تتبسط فيها بس خوفك من اللي جاي ومن نفسك بيمنعك انك تعمل كده.
وده بالنسبة لي الفيلم بيحكي عنه بشكل أساسي، الخوف من اللي جاي اللي بيوقفك عن إنك تتبسط بدلوقتي، أو الخوف اللي جواك دلوقتي عشان أنت عارف بالظبط إيه اللي جاي. المبدئين متعانقين مع بعض، بيخلقوا طبقة من الأنزايتي اللي بتحتضنك جواها، بيخلوك disabled ومليان طول الوقت بغضب من نفسك قبل أي حد تاني إنك مش عارف تكون إنسان طبيعي زي باقي البشر. في الوقت اللي صوفي بتمر بمرحلة الكومينج اوف ايج الطبيعية جدا، كولم الأب بيمر برحلته الذاتية جواه تماما اللي بيحاول يخفيها بقدر الإمكان عن صوفي. بعيدا عن مشهد واحد أو اتنين، أنت بتبقى فاهم كويس جدا معاناة كولم، مش عشان هتلاقيه بيبكي أو بيصرخ أو بيشتكي من همومه، لكنك هتفهم من تجربتك البشرية كإنسان مر بمراحل شبه كده إن كولم في حاجة غلط، وإنه مش عايز يبين أو يظهر ده قدام بنته في الأجازة اللي هما واخدينها. After Sun هو فيلم قادر على تدميرك نفسيا من غير أي مشهد حزين واضح، زي ما مات سومر فيلم رعب في عز النهار، فAfter Sun فيلم عن الاكتئاب بدون مشهد واحد حزين. الحزن هيجي بعدين، اللحظات الحلوة هتخلص، بسطن الشمس في لحظة زي دي هتنتهي، راحة البال اللحظية دي مش هتكون موجودة قدام، اللحظات اللي احنا بنشاركها مع بعض واحنا صغيرين دي مش هتتكرر تاني. هو ده الحزن. في رأيي ان حتى اسم الفيلم بيعبر عن النقطة دي تحديدا، غير طبعا الافتر سان اللي هو اللوشن او الكريم بتاع الشمس، فافتر سان هنا في رأيي ممكن تكون عن هذا الشيء القادم بعد الشمس، هذه الحقيقة الوجودية الحزينة اللي انت عارف انها هتيجي كده كده. الفيلم مش اسمه After Sunset او After Dawn عشان غروب الشمس هنا هيدي كناية لانتهاء الشيء، لكن الفيلم اسمه After Sun، بعد الشمس. الشمس نفسها سعيدة منورة مبسوطة، مفيش ما يدعو للاكتئاب هنا غير معرفتك بان كل ده هينتهي يوما ما. ممكن يكون After Sun لمسني بالشكل ده لأنه العمل الفني الوحيد اللي لقيته بيخبط في النقطة دي تحديدا. أنا طول عمري بخاف من أي لحظات سعيدة، أي مرة بروح فيها لشط البحر وأكون خايف من قدام، خايف من المستقبل، خايف من انتهاء اللحظة دي، خايف من نفسي، خايف من صمت الرحلة في طريق الرجوع. لو انت مدرب تنمية بشرية دلوقتي فانت هتقولي مش مهم الماضي ومش مهم المستقبل، المهم تركز في اللحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي، وهقولك صح، ده شبه مستحيل بالنسبة لي، بس انت صح. لو كان الاكتئاب رجلا لقتلته، بس الاكتئاب للأسف صاحبي اللي بيجي معايا كل مرة اروح البحر. المهم After Sun هو افضل الافلام اللي شفتها السنة دي، ومن افضل الافلام اللي شفتها في حياتي كلها، وفي أحسن استخدام لأغنية مينستريم داخل فيلم. لو كنت اتفرجت على الفيلم فأنت أكيد عارف أنا قصدي إيه، وأنا آسف أني فكرتك بالمشهد ده تحديدا، روح شوفه تاني وعيط تاني لو سمحت. عموما بعيدا عن كل هذا الحزن، الجميل في هذه الحياة أن الفيلم ده هيخلص، والفيديو ده هيخلص، وهتخلص وهتشوف فيديو تاني ألطف، ممكن يكون فيديو لكلب بيحاول يحشر نفسه كده جنب قطة في السرير لكنها واخد المكان كله لنفسها، أو فيديو لجد بيجرب الـ VR أول مرة وهو مندهش، أو ممكن تخلص وتروح تكلم صاحبك، أو تروح تتغدى مع مراتك، أو تتفرج على تيك توك، أو تروح تكمل شغلك، أو تروح ترد على الإيميل بتاعك، أو أي حاجة تانية غير إنك تفضل تفكر في الفيلم أو الفيديو ده.